السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة حنا لايف. اليوم غادي نشارك معكم الطريق المؤدي او ليتينيغير او التراجي اللي كاين ما بين اكادير لتيزنيت. فاحنا متجهين لمدينة تيزنيت. ما بين اكادير وتيزنيت كاينه 93 كيلومتر، وتقريبا كتاخذ معكم ساعه و40 دقيقة حتى لساعة و45 دقيقة من الطريق. الطريق اللي غادي تتبعوه هي طريق، غادي نخلي لكم الرابط ديالها طبعا في صندوق الوصف من جوجل مابس. وطريق هي الطريق الوطنية رقم 1 اللي كتبدأ من كدوز يا اما من انزكان او لا اي تملو، ومن بعد كتبقاو مكملين سيدي بيبي بالفاع وانتوما غاديين حتى كتوصلوا لتيزنيت. الطريق كلها مزيانه مسرحه، كاينين البلاكات او العلامات المروريه عفوا، وردوا البال كذلك حتى من الرادار. وطريق السلامه الا كنتو غادي تشدوا هاد الطريق كما قلت لكم من اكادير حتى لتيزنيت. ترقبوا فيديوهات اخرى ان شاء الله عام قريب، غادي نكتشفوا نواحي تيزنيت قريبا. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.